مباراه القرعه الامريكيه كان غادي يقراو ويشوفوا الفيديو وغادي يخدموا على يعني صراحه لا على تعليقاتكم لا على كلامكم الزوين وكيني انا غير تعليق بكلمه بغيت انا الخير لكل واحد الله يسهل سعيد اللي عندنا اهداف ديالنا وعندنا طموحات وعندنا احلام وعندنا مازال نضرب في 4 شهور ولا 5 شهور تقريبا 15000 يعني ولا اشتركوا ولا ديروا الجيم ولا تشي حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات القرعة الأمريكية. فهذه الحلقة حلقة مميزة وخبر مفرح جدا، الحمد لله اجتاز أحد الفائزين بقرعة 2022 المقابلة بنجاح، فأقول لهم جميعا ألف مبروك، وأقول لمن سوف يعني هو مقبل على اجتياز المقابلة إن شاء الله بالتوفيق وبيعني نجاح إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولكل من هو يعني مقبل على استلام رسالة الموعد المرجو مشاهدة الفيديو من الأول إلى الأخير لكي تعم الفائدة ولكي تستفيد مستقبلا لما سوف يعني تقوم به من إجراء فحص طبي إلى مقابلة إلى ترجمة الوثائق إلى غير ذلك. فهذه تجربة يعني تجربة حية لصديق ويعني أخ سي حسن، لك مني كل التقدير والاحترام والمحبة، ولك مني كل التشجيع ويعني المساندة إلى أن تقف على رجليك في هذا البلد السعيد. إذن أترككم مع تجربة الأخ سي حسن. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا الأخ كمال، كيداير؟ لاباس عليك؟ بخير، كلشي مزيان، أمورك بخير، نتمنى تكون بخير وعلى خير. أولا الأخ كمال كنشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات النيرة وعلى هذه المجهودات الجبارة اللي كتبذلها من أجل إيصال يعني الفكرة والمعلومة الصحيحة. أنا من المتتبعين ديالك يعني الأوفية من الأول ديال القرعة، من نهار خرجت القرعة إلى يومنا هذا اللي حصلت فيه على فيزا مقبولة الحمد لله. صراحة المعلومات طبقتها كما كتقولها بالحرف الواحد، وصراحة داك شي كل حاجة جات في وقتها. والان ان شاء الله غادي نعاود التجربه ديالي مع نهار الطبيب. يعني نهار الطبيب مشيت خديت الرونديفو عند الدكتوره براده اللي كاينه في المعارف، خديت من عندها الرونديفو ومشيت الصباح بكري، مشيت ساين تما التاجات ودخلت. اول حاجه طلبوا لي غير ديك الورقه ديال تلقيح والباسبور وثلاثه تصاورات، هادشي اللي طلبات ليا. انا ما طلباتش ليا الكونفيرميشن ديال الدي اس، ما طلباتش ليا، وما طلباتش ليا الورقه ديال الانترفيو عكس الاخرين الدراري الاخرين طلبات ليهم. والحمد لله عطاوني دوك السيدات اللي كاينين تما، عطاتني وحده فيهم واحد جوج يعني بريات، وحده ديتها للتحاليل ديال الدم والبول حشاك، وحده ديتها لبورات داك الاخر ديال الصدر الراديو الصدر. بالنسبه للتحاليل ديال سميتو ديال الدم، انا درت غير ديال الدم، ما درتش ديال البوله، درت غير ديال الدم. بالنسبه للتحاليل درت انا غير ديال الدم ب80 درهم، واللي لاج ديالو العمر ديالو من 25 سنه لتحت كيخلص 900 درهم. انا دوزت ديال الدم ب80 درهم، ومشيت دوزت الراديو الصدر في انفا، ويعني في ذاك المختبر ديال انفا ب220 درهم بالضبط. صافي تسنيت تمايا حتى خرجوا لي دوك التحاليل وداك الراديو الصدر وجبتهم، قالوا لي 2:30 ورجع لهم. يعني في هاد المختبرات الكمامة إلزامية، دير الكمامة ديالك عاد تهضر معانا، وما طلبوش ليا جواز تلقيح. صافي خديت التحاليل ديالي وخديت الراديو الصدر ديالي، كلشي هو هذاك. سولتهم انا تما قلت لهم واش كلشي بخير، قالوا لي كلشي بخير الله يوفق. ورجعت عند الطبيبه 2:30، تسنيت تما واحد شويه وجات. ملي جات الطبيبه الاخ كمال، دخلت عندها وسولتني واش كتكمي واش كتشرب، قلت لها لا. قالت لي واش فيك دازت فيك كورونا، قلت لها لا. صافي قالت لي تفضل، مشيت يعني تسرحت داك البياص
وجات واحدة من دوك الدريات دارت لي جوج، يعني جوج ديال لي باري. اولا فالاول بعدا اول حاجة قبل ما مشيت للابوراتوار تفكرتها صافطوني، جبت جوج، يعني جوج البراوات، جوج لي باري، جوج لي باري اللي جبت ب 7600 درهم. 7600 درهم، هي حيت سولوني قال لي 365 درهم درهم بشوية، قلت لهم 365 بشوية درهم صافي. وجبت غير جوجات ودارتهم ليا، دارت ليا جوج بريات، واحدة في الكتف اليمني واحدة في الكتف اليسري. صافي ما دوزت ليا لا العينين، ما دوزت ليا لا فمي لا والو، ما طلعت على حتى شي حاجة. ايوا صافي. من بعد عطاتني داك لونفولوب الابيض وواحد السيديا وواحد وريقة، قالت لي هادو غتحتاجهم، هاد السيديا والوريقة غتحتاجهم ان شاء الله في الطيارة في المطار لهي. قالت لي وهذا غدي نهار المقابلة. قالت لي راه كلشي هو هذاك، انا كنسولهم صراحة سولتها، قالت لي راه كلشي هو هذاك. صافي مشيت تسنيت حتى جاني الموعد اليوم، وكالعادة جاني الموعد مع 11 ومشيت بكري، جيت 8:30 مشيت تمايا، 9:30 دخلت و دوزت سميتو سكانيرات عند دوك السيكوريتي، ودخلنا عادي. ما في القنصلية ما كانش اللي طلب ليا نهائيا سميتو هذاك ديال كورونا، هذاك الباس كورونا ما كانش اللي طلبوا ليا في القنصلية نهائيا، ما طلبوش. صافي دخلت حطيت داك الشيء اللي عندي، الفلو داك الصرف وداك الشيء الصمطه كلشي حيدناه. من بعد دخلت الشباك الاول، قلت لك دخلت لداك الشباك الاولاني، شديت النوبة وخلصت الفيزا ديالي ب 64000 و18 درهم، يعني نفس الثمن، ما تغير والو. من بعد شديت دولار. قبل مشيت للشباك جوج، عطيتهم الوثائق المترجمة، الباسبور، تصويرة واحدة سكانها وردها ليا وخدها البصمات. من بعد قلت لها ودي راه بغيت نصحح واحد الخطأ درتو في الدي اس، هادي السي كمال جد مهمة. قلت لي بغيت نصحح واحد الخطا عندي في الدي اس، قال لي مرحبا انا نصحو لك فين كاين، ومشى نيشان وصحح لي الخطا ديالي، قال لي راني صححته. صافي شويه قال لي لا سير تسنى، تسنيت شديت النوبه ديالي باش ندوز عند ضابط الهجره، وضابط الهجره كان حتى هو مزيان ظريف معنا، كيضحك ناشط، كيهضر معنا الدارجه، يعني كيفهم كل شيء، كيفهم العربيه الفصحى والدارجه بجوج كيفهمهم. والاسئله اللي سولني راه جيت بساط، اسئله روتينيه، قال لي منين جيتي، قلت ليه راه جيت من مكه فلاني، قال لي شنو، قال لي واش كتقرا، قلت ليه راني قريت من بعد الباك، وقال لي واش غادي الولايه لهاد الولايه نيت، قلت ليه ان شاء الله، قال لي اش تيجيك هذاك اللي كان في ديك الولايه، قلت ليه الاخ ديالي، قال لي كيفاش مشى، قلت ليه مشى هو مسج بقرعه، قال لي مش غدير في امريكا، قلت له ان شاء الله غنخدم في اي عمل قانوني كيما كان، قال لي شنو بالضبط، قلت له ان شاء الله الا كان شي بيزنس ديال البيع والشراء، هادشي اللي قلت له، قلت له شي حاجه للبيع والشراء هكا. قال لي فيزا مقبوله، قال لي واحد الاسبوع غتمشي لاراميكس وغادي تجيب الباسبور ديالك ان شاء الله بحول الله. الشيء اللي كاين الاخ كمال، وكنشكرك بزاف 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 على المعلومات ديالك والمجهودات اللي كتبذلها، شكرا لك بزاف، الله يرحم لك الوالدين. اذا لا شكر على وجهي بس يا حسان، الف مبروك ليك، والله يعاونك ويوفقك ويسهل عليك ما صعاب، وحنا ديما كنقولوها رهنا الاشاره، واخا توصل هنا مازال لي زيطاب وحدين اخرين غتحتاج المساعده ديالنا، وغاد نعاونوك باذن الله ونوقفوا معاك، ما كاينش الريحه ديال المشكل. فاذا اخواني اخواتي، انتم لاحظتوا التجربه ديال الاخ سي حسان، الحمد لله يعني الامور كانت عندهم مضبوطه بخير وعلى خير، وهانتوما شفتوا الفحص الطبي كيفاش داز عنده، وشفتوا الاثمنه بشحال دواز، والناس اللي قل من 25 عام، شفتوا الناس اللي عندهم الاغلاط في الدي اس، وكنقول لكم ما تزربوش تبقاو غير تصيفطوا تفتح الدي اس وداك الشيء، لان الظروف غير مواتيه وغير صالحه بزاف تشجعك انك تعاود تفتح الدي اس، لان الا عندك شي خطا راه يوم المقابله يمكن لك تصحح داك الشيء اللي عندك في الدي اس، والدليل هانتوما سمعتوه سي حسن واخوان بزاف، يعني هذا الشيء راه كنقول لكم ماشي غير مني راسي، وكنجي كنقول لكم راه الحمد لله التجربه ديال الاخوان من 2018 وحنا في هذا الموال كما كنقولوا، عندنا تجارب بزاف ديال الناس، راه ما يمكنش نلوح لكم كل شيء في دقه واحده، لان كنعطيكم تجربه ديال واحد الشخص راه كتعمل على تقريبا بزاف ديال الاشخاص، استفدوا منهم
وفيدوا منهم الاشخاص الوحدين اخرين. اذا يا اخواني يا اخواتي انتم شفتوا الحمد لله فيزا مقبوله بخير وعلى خير. دابا انا النصيحه اللي غادي نقول سي حسن والاخوه الاخرين ان يحاولوا غير يشدوا الفيزا يحاول يقطع البي ديالو الطياره. انتم شفتوا دابا راه كاين عاود هضره ديال اغلاق ما اغلاق والعقده وكذا وامراض وكذا وداكشي. المهم ما امكن قطع البي ديالك، شوف داك الوقيته فوقتاش راه طالقين الفول واقيلا من 13 في الشهر الفوق، حاول قطع وشد الطياره ديالك واجي لهاد البلد السعيد واجيك ديك الساعه تبدا الحياه الجديده ان شاء الله مع مجتمع جديد وظروف جديده الى غير ذلك. فاذا باش ما نطولش عليكم هذا الفيديو، كانت هذه الحلقه هذه مميزه خاصه بتجربه سي حسن، وهناك عاوتاني تجارب اخرى لاخوان احدين اخرين سوف يعني اضعها في فيديو مستقبلا ان شاء الله في فيديو اخر. تابعونا ورجاء لا المتتبعين الجدد ولا القدام، حاولوا تشاركوا الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم، حاولوا يعني تضغطوا على جر الجرس باش يوصلكم اي جديد. وحنا ديما راه الاشاره لا في المجموعه لا في الصفحه لا في اليوتيوب، راهنا الاشاره لجميع الاخوان والاخوات، وهذا الشيء اللي كنديروا الحمد لله بلا جميل بلا اي حاجه. والله العظيم انا جد سعيد اني كنفرح وكنسمع بحال. إذن إخواني أخواتي كانت هذه تجربة الأخ حسن، أكررها ألف مبروك أخ حسن وألف مبروك الإخوان الآخرين. إلى فيديو قادم بحول الله، كما يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسونا بالدعاء ولا تنسوا بالاشتراك في القناة ليصلكم دائما كل جديد. دعمنا هو تشجيع لنا ودعمكم هو تشجيع لنا عفوا ودعمكم هو تحفيز لنا ودعمكم هو يعني استمرارية في العطاء واستمرارية في مواكبة جميع الفائزين والفائزات خاصة القرعة الأمريكية والحياة بأمريكا بصفة عامة. كمال يحييكم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.